أعزائي المتابعين، أهلا ومرحبا مع قناة ميديا صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة ميديا صوت، طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، أنا النهاردة جايب لكم إن شاء الله إزاي نشغل مايك على التليفون أو على الموبايل من غير أي وصلات. بمعنى إيه حضرتك؟ إن احنا دلوقتي عندنا أنا دلوقتي بكلمكم من صوت اللي هو التليفون مباشرة من غير اي مايك. طبعا اما نخلص ان شاء الله هوري حضراتكم الفرق بين الصوت بالمايك والفرق من غير استخدام المايك. طبعا طلبت الاوردر من سوق، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين جالنا المايك بالشكل ده، تمام؟ المايك بالشكل ده عشان تيجي حضرتك تشغله على الموبايل مش هيبقى معاك شغل، لان لازم في وصله تانية بتيجي وبتتباع. طبعا الوصله دي مش متوفره، ولو متوفره احنا طبعا ممكن ايه نستغنى عنها، وهقول لحضراتكم الطريقه. ودي حلقه النهارده ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام، خلاص احنا كده جبنا ادي حاجه سوق. زي ما قلت لحضراتكم جبت المايك من سوق، تمام. بعد كده حضراتكم هنجيب المايك اللي احنا جبناه، هنجيب بعد كده الهاند فري. اي هاند فري بايظ عندنا، اي هاند فري بايظ، تمام، كل اللي هنحتاجه، تمام، الوصله او الجاك بتاع اللي هو الهاند فري اللي تحت ده، تمام، ده اللي هيشتغل معانا، اللي احنا هناخده ونوصله بالمايك الجديد بتاعنا، تمام. فهنعمل ايه؟ هنجيب حضرتك اللي هو الجاك بتاع الهاند فري، تمام، وهنقصه بالمقص طبعا، تمام. هنلاقي فيه اربع او خمس اطراف، احنا مش عايزين منه غير الطرفين بس بتوع المايك، لان دول فيهم طبعا الاطراف بتاعت السماعه، فاحنا عايزين طرفين بس اللي هما بتوع المايك. هنعرفهم ازاي؟ هنلاقي لونهم واحده سلك من غير حاجه خالص، شكله معلوش اي علامه او معلوش اي لون غير اللون النحاس اللي هو لون السلك، والتاني اللون اللي هو الاحمر، تمام. طيب احنا عايزين نتاكد ان دول الطرفين بتوع المايك اللي احنا هنشتغل عليهم. هنتاكد ازاي؟ تمام، بمنتهى البساطه هنجيب طبعا الموبايل التليفون بتاعنا، تمام، وهنجيبه كده بالشكل ده، تمام، اهو. وهنيجي على الطرفين اللي احنا بنقول عليهم اللي هم دول، بس انا عايز اوضح لكم الصوره، تمام. لو ضغطنا هنا، لو لمسنا السلكتين دول لبعض زي ما حضراتكم شايفين بدا يشتغل معانا، تمام، اهو بالشكل ده، تمام. لو ضغطنا على المستوى تاني لبعض وقف. فمعنى كده ان السكتين دول هما اللي احنا هنشتغل عليهم، تمام، ان هما دول الطرفين اللي احنا هنشتغل عليهم في الوصل بتاعت النبض، تمام. الباقيين دول مالهمش لازمه طبعا، هنرصهم مفيش اي مشكله خالص، اهوت. وكده طلعنا السكتين طبعا، سيحناهم بالولاعه عشان يبقى ايه يوصلوا معانا، ما يبقاش عليهم اي عازل، وادي الطرفين اللي احنا هنشتغل عليهم. نيجي في الناحيه الثانيه بقى، في المايك الثاني اللي احنا شايلينه طبعا، بنقطعه زي نفس القصه، وبنطلع منه بنلاقي طرفين بس او فرقتين بس زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام، فرده هي الاحمر وفرده اللي هي الارضي، تمام، الاثنين. كل اللي احنا هنعمله، تمام، هنوصل الطرفين اللي احنا طلعناهم من هنا بالطرفين اللي احنا طلعناهم من هنا. طبعا الاحمر بقى الاحمر زي ما حضرتك عارف كده، طبعا بالشكل وصلناهم خلاص. كل اللي احنا هنعمله بعد كده هنعمل تيست على التليفون مباشره. تمام، نبدا نخبط كده زي ما حضرتك شايفين. الو 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 الو، تمام. الو الو الو، بكده نتاكد ان المايك بتاعنا اشتغل، تمام. وطبعا هوري حضراتكم الفرق دلوقتي، فرق الصوت هيبقى عامل ازاي. خليكم معايا لحظه. طبعا مش كرتون.
وبكده اعزائي احنا كده نكون وعملنا الوصله بتاعت المايك بالشكل ده، تمام، وصلنا الجاك بالشكل ده والمايك اهو، تمام. وهنجرب حضراتكم دلوقتي الصوت عن طريق المايك هيبقى عامل ازاي. وبكده اعزائي المتابعين نكون بننهي حلقه النهارده، وطبعا الصوت اللي بكلم حضراتكم منه طبعا صوت المايك، اكيد الفرق بان طبعا ده بيبن على الشوشره. وعايز اقول لحضراتكم ان الموضوع بسيط جدا وسهل جدا ازاي بنستخدم مايك خارجي في على الموبايل، تمام. وديت كانت اسهل طريقه ان حضرتك تشغل المايك، لان انت لو اشتريت المايك ووصلته مباشره بالتليفون مش هيشتغل معاك الا اما تجيب الوصله اللي قلت حضرتك عليها، او طبعا تعمل الوصله اللي قلت حضرتك عليها دلوقتي بالطريقه اللي انا وريتها لك، تمام. ولو عجبكم الفيديو يا ريت طبعا زر الاعجاب وجرس طبعا عشان لو في اي حاجه جديده توصل لحضراتكم. وطبعا تحياتي طبعا قناه ميديا سوفت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.